حوده طلع معانا. يلا 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 بينا. شوفي يا عيال كامل يا حوده. لا لا انا لا ظهري بيوجعني. لا يا فيروز بس يا فيروز والنبي يا فيروز يا فيروز يا جماعة يا غزل. في ناس قاعدة عيب يا غزل والله عيب. في ناس قاعدة عيب. في ناس قاعدة مش مستحملة المية تيجي في عينيها. هدى أنا رايحة أجيب شاي. ربنا وعيكي بس. فيروز وغزة بيرش عليكي مية؟ دعموني. هدى أنا رايحة أجيب شاي. عايز معايا؟ عايز معايا شاي؟ عايز معايا شاي؟ طب يلا راح اجيب شاي. عايز حاجه تانية؟ هجيب لحمه كمان وعجان. يلا سلام. بتعمل ايه يا اسطوره؟ تعبت من الشمس يعني. ايه لوحة؟ كابل شبه يزن بالظبط. ساعة ما عملت القصة على طول بقول لها يزن. عايزة ايه يا ماما انت؟ بتقعدي لنا على جنب شوية زهقتينا. هتعملي ايه؟ وريني هتعملي ايه؟ فلوطة. بصي ندى بتعمل ايه يا حودة؟ يا حودة بصي ندى فلوطة. انا عايزة اشوف ايه ده. ده ايه الهبل ده؟ عايزة افهم ايه الهبل ده؟ يا عيني طيبة أوي ندى دي يا أحمد. حودة ندى غلبانة أوي يا حودة. فين يا حودة؟ يا حودة لا أنا مش نازلة للأسف للأسف. باي باي يا حبيبي باي باي. خايفة ليه يا حياة؟ أول ما أشوفها خايفة كده. شبك؟ ما تجربها أنت. عايزين أصلا ما فيهاش زقة. أنا عاملة زوم يا حودة، عاملة زوم اتكلم. إيه ده بقى؟ تشجعوك؟ جعان؟ المية ساقعة؟ بس المية حلوة شكلها حلو أوي. طبعا من دوان بيبسين بيبسين. يلا 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 يلا
يلا يا هاجر. يلا يا هاجر. طبعا احنا هنا البحر. ايه؟ نعم. طبعا البحر من دلوقتي صح؟ لا. الساعة 5 عشان الشمس. وقفت على الشط. يلا يا صالح صالح ما تجري يا حود. ارفع الهند شعرها يا سلمى، اديها فيها رملة يا سلمى. اغسل يا نهار ابيض. يلا يا سلمى فيش. يلا يلا يلا. عاوزة فرنسكا؟ هناك هناك هناك. انا معيش فلوس هناك، فلوس هناك. هنجيب اوف ماشي. الشوكة فريسك. صلي حط لك الحاجة دي بلاش. يلا. يلا صلوح صنودة محطيش فيها عينك بشعر. ايه رأيك يا سلمى كده؟ يلا صالح يلا صالح صالح عايز صوته خلاص. ليه جبان كده يا ولا؟ بطل جبن بقى. صالح هيتجوز بابا. بابا بارك لصالح ابنك يا حولة. ابنك هيتجوز خلاص. خلاص الف الف مبروك. انا يا جماعه انا موافقه على الجوازه دي. وفاء برضه حلوه ولايقه على صالح. خلاص خلاص انا اسفه. غزل 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 خلاص يسمع الكلام. الوحيده الوحيده اللي وافق عليها في موضوع الجواز. يلا يا ولاد يلا بينا. طب مرة استحموا يلا يلا بينا. على فين؟ على البول. بريت بقى رامي وروح تتجوز وفاء. ماشي انت انت. انا هكلمهم النهارده واحجز وفاء واقول لهم خلاص وفاء. نكلمها عمو جابر النهارده واحجز لك وفاء. ماشي.
واكلم العيله كلها في قاعده الايام الجايه قاعده تعرف بس. ماشي يا لوحه. ماشيين ليه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. نور الدنيا والله العظيم. والله ينور عليك. الله يخليك واشكرك والله العظيم. بجد الناس دي شايفه شغلها 10 على 10. اه والله العظيم. شكرا جدا يا ريس. مش عاوز اي حاجه؟ كل سنه وانت طيب. سلمى يلا. احلى صوره. يلا. يلا صلوها على هناك يلا. يلا مستر احمد. يلا يلا على هناك. يلا قولكم. هتصالح معانا. يلا 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 بينا. خليك انت هنا بقى يا صالح. في ايه يا حوده؟ في ايه يا حوده؟ مفيش حاجه. في ايه؟ دي بيعيطوا، دي عاوزين نشيلها ودي عاوزين نشيلها. انتوا ايه جايين تزهقونا ولا جايين تلعبوا؟ بس اقول لك على حاجه، العيال دي عايز تساب هنا وتمشي وتسيبهم. والله العظيم يا عم ده عيال برده. ده عقابهم ده. استنى يا اسطوره اجيبك من وشك يا اسطوره. احنا فين يا اسطوره؟ ما تيجي نخش من هنا، من هنا اسهل. عايز تجرب ايه ولا ايه يا اسطوره؟ جاي تجرب دلوقتي واحنا ماشيين خلاص؟ طلعني فيك ايه بس؟ استنى. خلاص يا حوده وديهم العربيه يستنونا في العربيه. اه صالح خايف اصلي وجبان وزهقنا. هتنزل هنا يا حدى؟ هتنزلوا هنا؟ انزل ايه؟ بس العوام. عاوزين نبص على ايه؟ تعالى بص على البندقية. عايز بص على ايه؟ تعمل في ايه؟ مش فاهم. ايه بص على ايه؟ خدهم هناك وانا اجيب لكم هناك. من هنا. فين يا غزة؟ انا بحسب حياتي والله. لا 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 يا حياة لا. فين سلمى؟ سلمى فين؟ سلمى فين؟ سلمى فين؟ هناك خالص يا هندو. سلمى عاملة علب على الهند. سلمى عاملة علب على الهند. تعالي شيلك يا هند. مش عارف هي عايزة باللون. اطلعوا احنا ايه؟ في الاخر اخدتني بعد 3 سنين. ادي الفوكالة. تعالي. هي مش محترمه يا اخويا. خير محترمه. والله العظيم انا عبرها معاك. حلوه كده؟ حلوه كده. صلي على خبر يا صلاح. صلي على النبي. صلي. زهقتني البيت الغبي نفسه كبار ووحشه. الناس كلها ماشيه وبص الاولاد الاطفال الصغيره ماشيين حلوين ازاي؟ وانت ماشيين. ايوه انت حلو. افتح يا بختي. يلا بختي. افتح يا بختي. معاك يا دي. يلا سلام. حلو. بص وشك في بوق. ايه؟ يلا. عادي يا ماما ده جلد. التكييف بيظبط. انت بس سيبها التكييف يظبطهولك. جدع يا انيس. اركب صلوح. يلا مين ده؟ الو يا صاحبي. انت عامل ايه؟ انت معانا على الهوا. بقول لك ايه؟ تقول كلمه لحبايبك. وحشتوني قوي 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 قوي. وتحيه خاصه لهي الحمامه. كان عاوز ايه؟ حته غلس عايزه. يلا مستعان. نعم. صالح النهارده هيغدينا سمك. صح يا صالح؟ لا انا مش هتوها مش هتوها. انت
ايوه تكلمنا النهارده صالح عايزين على سمك النهارده احنا تكلمنا صلوه هل وايه تاني تعالى جمبري علي صوتك جمبري وايه تاني ايه ده ادي له واحده بقول له ايه ده صالح بص صالح بص كابوريا صاحيه والجمبري ايه صاحي اهو اهو بص هيتكلم النهارده على مزاجه هو اختار الاكل ده كابوريا ايه النهارده مشوي ولا صينية؟ يلا كل مشوي؟ يلا حط الموضوع. أوزن أوزن يلا صلاح. عايز كم كيلو؟ أبو سعيد. هاني يا سعيد. يلا تعبان دول أكل ونوعين في الأكل يلا. ماشي اختار الأكل خلاص؟ هن أوزن هن. بس. يلا في هناك ما عندي موبايل يلا انا في يلا صلوحة اكلت كله تمام؟ كله تمام اكلت كله تمام؟ ثواني يا احمد ايوه يا حوده والدتي الغاليه كله تمام؟ كله تمام يا حبيبي صلصه نعم يا اصلا كله تمام؟ صالح طالب يفضل كده تعالى يا صلصه خد السلام قبل السمك مليان والله الله ينور عليك يا حبيبي يلا السمك مليان يا حبيبي عندي طاقة قبل ما ياكل بعد الأكل كله صالح عنده بصي باي باي